وهل الوجد مقام من مقامات الحب؟ أم هي محطة من محطاته؟ أم هي علامة من علاماته؟ لأن الله جل جلاله وتعالى في علاه قال: واعلموا أن فيكم رسول الله. كل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. فمن وجد في نفسه خطيئة ذهب إلى الحبيب المصطفى، فلا يستطيع الصبر على رؤية الحبيب المصطفى، فيقوم من بيته ويتوجه إلى بيت الحبيب وينظر إلى محياه ويقول: ما بي مرض ولا علة ولا حاجة يا رسول الله، إلا أني أردت أن أنظر إليك.